السلام عليكم. السلام عليكم، معكم اخت كلمه. ولا هذه اول مره تزوروا القناه، ادعوكم الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا ان شاء الله. بما انه نحن مقبلين على شهر رمضان ورانا في موسم البرتقال، خاصه هاد الايام هادو ما راهي متوفره بكثره، لان هاد التشينه الصغيره او البرتقال الحجم الصغير الخاص بالعصائر راهي ما بين 6000 6500 حتى 7000 قبل ما تغلى اكثر. يعني شريت هنا كما قلت لحدو 2 كيلو تاع تشينه، ونضيف لهم كيلو تاع السكر. والحاجه المليحه في هذه الوصفه انه راح نديروا هذا المركز بدون طهي، يعني بلا ما نطيبوه، وكذلك يجيكم بدون مرور، يعني ما يجيش مر. تبعوا الفيديو للاخير وتشوفوا اسرار تاع نجاح تاع هذا الاكستري، وكما نقولوا واش من الاسرار باش نتفاداو المروريه تاعو، وكذلك باش يجيكم النوعيه جيده وتبقى الريحه تدوم يعني وتبقى رائعه. دون اطاله نروحوا لطريقه التحضير. اذا بالنسبه للمكونات اللي مديتهم لكم، تشينا غسلتها مليح، عقمتها، درت لها الخل الابيض هكذا باش نتفادى يعني تكون صحيه 100%. راح نستخدم سكرفاج. السكرفاج لازم يكون هذاك الرقيق كامل، ما كيما راكم تلاحظوا ناخذ هذا الرقيق. الا عندكم رقيق عليه ديروا رقيق عليه. اذا هنا بدون اطاله نبداو على بركه الله. نجيب السكرفاج ديالي هنا، لاحظوا مليح تبداو تسكرفجوا هكذا. حاولوا انه تاخذوا فقط هذا اللون البرتقالي فقط، حذاري ما تلحقوش لهذاك اللي كتجيكم هذاك القشره البيضاء. كيما راكم تلاحظوا هنا راح ناخذ السكرفاج ديالي ونبدا نسكرفج. لكن ملاحظه كي تسكرفجوا التشينه تاعكم، حاولوا انه كي يبان يبدا هذاك اللب هذاك الابيض القشره هذيك البيضاء تفادوها، يعني ممنوع ديروا هاد القشره البيضاء، دي فقط هاد البرتقاليه خفيف خفيف غير من الفوق، لانه هذيك القشره البيضاء راح كما نقولوا تعطيكم المروريه للعصير تاعكم. نحاول فقط هكذا كما راكم تلاحظوا، انا راني نبشر هكذا على بدون توقف هكذا باش تشوفوا باللي راح ناخذ فقط هذاك البرتقالي، ما تلحقوش لهذاك الابيض. ممكن تشوفوا يعني كي تبداو تخدموا اللون راح تشوفوا فقط هذاك البرتقالي. اذا انا نكمل كامل نسكرفج التشينه ديالي ونرجع فيما بعد. ابقاو معنا. اذا كما راكم تلاحظوا شوفوا انا كي قشرتها خذيت فقط هذاك البرتقالي، تحصلت على كميه لاباس عليها، كميه معتبره. هنا عند 2 كيلو بون، راح ندي كيلو تاع السكر فقط، كيلو سكر مع زوج كيلو تاع التشينه. اذا هنا راني درت كيلو تاع السكر، نبقى نحرك جيدا حتى يتخلط وهذاك السكر يولي اللون تاعو يتبدل تماما. ضروري جدا هذه العمليه، ونخلوه يبات ليله كامله، نغطوه نخلوه يبات ليله كامله حتى هذاك لوزاست يطلق كامل البنه ديالو في السكر، وحتى السكر تحسوا باللي يعني شمخ وتخلو هذاك الرائحه تاع البرتقال. الا كما نقولوا ما حبيتيش يعني كنتي مزروبه وحبيتي تخدمي، يعني ما تقدريش كما نقولوا تستغلي يعني تخدمي به اقل من 12 ساعه، يعني نقدروا نقصوا نصف نهار فقط، يعني دومي جورني تقدري ديريه الصباح في نضيع الفجر وتوجديه للعشاء. بصح باش تخليه كيما نقولوا ديريه سور بلاص حنا ما تقدريش، يعني مستحيل. شوفوا هنايا حتى تغير اللون تاعو تماما، راح نغطيه ونخليه يبات ليله كامله. هنا واش راح نعمل؟ نخلي هذا يبات. هنايا واش راح نعمل؟ نحن نعصر البرتقال ديالي. اذا انا ما عنديش هذيك العصاره، انا واش راح نعمل؟ نقشر مليح جيدا، نحيلها كامل هذه البيضه
ضروري جدا العملية نحيها كامل هكذا، نكمل نقشر كامل البرتقال تاعي ونرجع فيما بعد. بقاو معنا. اذا هنا راح نعصر الطشينه ديالي بعد ما قشرتها ونبدا نرحي. بسم الله. بالنسبه للروبو هذا الا حبيتوا تشوفوا شحال شريته كيفاش خدم بهيتو راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. باك تلاحظوا ولا اروع، يخرج لي شوت من النار، يخرج العصير من النار، يخدم بلا تعب ولا اروع. شوفوا يخرج العصير هنا ويخرج لي شوت هنايا في ثواني فقط. كما قلت لكم الى حبيتوا تشوفوا كل المعلومات على هذا الروبو الرائع عليكم غير تدخلوا لصندوق الوصف وتلقاو الرابط، ثم تكليكيو عليه وتدخلوا وتشوفوا الساعة وكذلك شحال شريتو منين شريتو، لانه كاين يبيعوا وكاين توصيل لباب المنزل. اذا نكمل انا نعصر كامل العصير تاعي ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. بقاو معنا. كيما راكم تلاحظوا انا الكيلو تاع الطشينه خرجت لي تقريبا اكثر من لتر ونصف تاع العصير. شوفوا فيها بزاف الماء. وملاحظة كي تختاروا النوعية تاع البرتقال اختاروا النوعية الجيدة اللي تجي فيها بزاف تاع الماء. شوفوا نضيفوا هذاك العصير مع السكر ومع الزاز تاع البرتقال، نخلط جيدا كل 4 ساعة طلي عليه خلطي، طلي عليه خلطي حتى يذوب هذاك السكر تماما وخليه يبات ليلة كاملة. بعد ما يبات ليلة كاملة انا نخليه يبات ونتلاقاو ان شاء الله غدوة ان شاء الله ونكمل نوري لكم كما نقولوا اللحظات الاخيرة تحضير هذا المركز الرائع. اذا الملتقى بقاو معنا. كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما مرت 24 ساعة هنا نحسوا باللي تحصلنا على قوام يكون ثقيل يجي شغل كيما العسل كي معسل. لانه واش راح نعمل، راح هنايا نميكسي كامل المكونات هذو باش يتخلط مليح من هذاك القشور تاع الليمون، يزيدوا يطلقوا البنه تاعهم بالميكسور برا تميكسي جيدا. بسم الله. بعد ما ميكسيتو هنا راح نجيب وعاء اخر، نجيب المصفات ونصفي العصير تاعي، نصفيه جيدا حتى يتنحى كامل هذاك المبشور تاع البرتقال ونتحصل على عصير يكون صافي. اذا انا نصفي العصير ديالي ونرجع فيما بعد. بقاو معنا. كيما راكم تلاحظوا هذا هو القوام اللي نتحصل عليه، يجي ثقيل يجي معسل يجي ما شاء الله صافي. الان هنا راح نعمر في الطاس ومن بعد نعمر لي كوبلي تاعي. تحبوا على كل حال هو العمليه تجي سهله في الكوبلي، لانه كل كاس هذا تاع الكوبلي راح يعمر لكم لتر تاع عصير البرتقال. يعني كي تضيفوا له لتر تاع الماء مع كاس واحد تاع الكوبلي هذا تحصلوا على عصير طبيعي ولا اروع. بالنسبه للناس اللي راهم يديروا الريجيم تقدروا كيما نقولوا ما ديروش السكر، تاخذوا فقط العصير وديروه كيما درنا في العمليه هي يعني تاخذوا العصير وتزيدوا له لوزاست تاع البرتقال وتخلوه يبات ليله كامله حتى يطلق مليح هذاك لوزاست مع العصير. من بعد تعمروا لي كوبلي تاعكم وتضيفوه هكذا في كل كاس تاع كوبلي عليه نصف لتر تاع الماء. هذا بالنسبه لعصير طبيعي 100% بدون اضافيات يعني بدون سكر. اذا هنا نعمر لي كوبلي تاعي. بسم الله. نعمر كامل لي كوبلي تاعي ونرجع فيما بعد. ابقوا معنا. اذا كيما راكم تلاحظوا هنا عمرت علبه هذه كبيره نهار يعني يجوني الضياف ولا
دير الكونتيتي كبيره، وهاد لي غوبلي هادوما كل ما يعني كل نهار عندي علبه كاس نجبدو باش ندير به العصير. وهنا كيما راكم تلاحظوا لوزست هذاك خبيته هنا في بلهره تاع الزجاج نغلق عليه، هذا نخبيه كي ندير كشكيكه ولا موسكوتش ولا استعين به. هنا كيما راكم تلاحظوا درت هادو ما عمرت هادو الكاريات هادو بالقارص باش نقدروا ما نديروهم هكذا للعصير، درتهم في هادو ما تاع فريجيدار تاع الكونجيلاتور باش ما يدوليش لي سباس. واش راح نعمل، شريت هادو ما اكياس هادو ما بزاف عمليين يتغلقوا كما راكم تلاحظوا. من بعد ناخذ هادو ما بسم الله نحيهم من هنايا، الا عندكم علب ديروا في علب ولا ما عندكمش ديروا في الساشيات. اما من القوبلي هذاك يعني تنحوه من القوبلي وتعمروه من داخل الساشي، هذا يبقى اختياري. كما راكم تلاحظوا اكياس عمليه، هنا نحو لهم النفس وتغلقوهم. بعد نغطوهم هذوما بورق شفاف الخاص بالمطبخ ونخبيهم في الكونجيلاتور الى يعني اليوم اللي تحتاجوه. اذا نتمنى نكون افدتكم بهذا الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بجنب، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.